إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، ونحن نعيش هذه الأيام العصيبة والظروف القاسية والأوضاع المؤلمة في وسط صحراء من اليأس قاحلة، وأرض من الذهول والذبول ذابلة، يقوم في قلب المؤمن بقايا من إيمان، بقايا من نور الإيمان، تجعله يواجه هذه الصعاب وهذه الأوضاع وهذه النكبات. فقلب المؤمن يختلف اختلافا كثيرا عن غيره، ففيه من الإيمان ومن اليقين ومن التوكل ومن الالتجاء إلى الله عز وجل ما ليس في غيره، فإنه يكون في قلبه الأمل دائما متلألئا منيرا، وسراج الفرج عنده مشرقا زاهرا. لماذا؟ لأنه يستمد ذلك من كتاب ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعلم أن الكربة مهما اشتدت فإن لها موعدا لانقضائها، ويعلم أن الكرب مهما عظم فلا بد أن يرتفع، ويعلم أن الظلام مهما كان حالكا فلا بد أن يطلع عليه الفجر، لأن هذا من الأمور المسلم لها والمشهود لها فطرة وسمعا وبصرا. فعبد الله، عليك أن تستشعر أمورا عظيمة ومصابيح إيمانية تسرج لك ظلام هذه الأيام وتجعلك تعيش في نور وفي اطمئنان وفي سعادة وفي راحة بال. منها قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال: لا يردون أحدكم إلا ربه، ولا يخافن
إلا ذنبه. ما أعظم هذا الكلام، ما أنفس هذا الكلام عندما يستشعره الإنسان بعين البصيرة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: لا يرجون أحد إلا ربه. هذا هو المؤمن، هذا هو الصادق، هذا هو المقبل على الله عز وجل. رجاؤه عند ربه سبحانه وتعالى ليس عند أحد من الناس، وليس عند فئة من الفئات، وإنما يقينه، توكله، رجاؤه، قلبه معلق بالله جل جلاله. ولا يخافن إلا ذنبا، يخاف أن يوبقه الذنوب والمعاصي في عذاب الله عز وجل، وأن تكون سببا في نزول العقوبات والبلايا عليه وعلى أسرته وعلى مجتمعه. فيا عباد الله، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله حول هذا الكلام الذي يعزى إلى أمير المؤمنين عن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال ابن تيمية: ما أعظم هذا الكلام وما أحسنه. ما أعظم هذا الكلام وما أحسنه. ينبغي للمسلم أن ينظر وأن يستشعر وأن يتأمل طرق النجاة، مصابيح النور، ينابيع الرجاء التي يكون فيها الخير واستبشار النصر واستقبال الفرج. كل هذه الأمور موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على المؤمن أن يتأملها وأن ينظرها وأن ينظر إليها بعين العظة والعبرة، حتى يستفيد منها. من ذلكم أن العاقبة للمتقين. هذا الأمر الأول الذي ينبغي على المسلم وعلى الناس جميعا أن يستشعروا، ألا وهو أن العاقبة للمتقين، والعاقبة هي النصر والظفر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. يا لها من عاقبة، يا لها من عاقبة عظيمة جليلة نفيسة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال جل جلاله: فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالعاقبة والمآل لأهل التقوى. فإذا كنت من أهل التقوى فأبشر بالنصر والظفر والتمكين في الدنيا وفي الآخرة، بالفوز والفلاح وبجنة عرضها السماوات والأرض. هذا الأمر الذي ينبغي للمسلم أن يستشعره وأن يقوم في قلبه: العاقبة للمتقين. إن للباطل ساعة وللحق صولة إلى قيام الساعة. نعم عبد الله، هذه الحقائق التي غفل عنها كثير من المسلمين. من حقق التقوى فليبشر بالخير، فليبشر بالخير. إذا حققت التقوى في نفسك فأبشر بالنصر والظفر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة، إذا اتقيت الله عز وجل في كل أمورك، ففي كل حاجياتك، ففي كل معاملاتك. أبشر بالخير، فإن العاقبة للمتقين. هذا الأمر الأول، وهذا المصباح الأول، وهذا الينبوع الأول، أن العاقبة للمتقين. الأمر الثاني والمصباح الآخر، أن يستشعر العبد عظمة الأجر والثواب عند نزول البلايا والمصائب. إنك يا عبد الله تختلف عن الناس، تختلف عن كثير من الناس، لأنك مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: عجبا لا قلق ولا ضنك ولا يأس ولا قنوط
لأن عندك إيمان يهون عليك هذه الأمور كلها ويجعلك تعيش عيشة طيبة، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه الكريم: من عمل صالحا فحينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة أن تكون راضيا متأقلما بكل ما نزل بك، إن كان خير كنت من أهل الخير وحمدت الله على ذلك وآجرك الله على ذلك، وإن كنت في غير ذلك من الأمور ومن البلايا والمصائب فإنك أيضا على خير وإنك أيضا مأجور. إياك يا عبد الله أن تظن أن البلاء فيه شر لك، وأن الله عز وجل لا يحبك، وأن الله عز وجل لا يريد لك الخير، بل الله عز وجل يريد لك الخير، وإنما هذه أمور ربما فيها خيرك وسعادتك وأنت لا تدري. كم من مرض أدخل صاحبه الجنة، كم من بلاء كان عاقبته أجرا عظيما، كم من شدة أصبحت لصاحبها ذله يوم القيامة، كم من درجات رفعت بها بهذه المصائب وبهذه الرزايا التي تمر بها. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أليس عندنا ذنوب؟ أليس عندنا معاص؟ أليس عندنا سيئات؟ بلى، نحن غارقون فيها، ما الذي ينجينا؟ ما الذي ينقذنا منها؟ إنها البلايا، إنها الهموم، إنها المصائب ترفع صاحبها وتنقذ صاحبها من عذاب الله وهو لا يشعر. كم من مصيبة، كم من هم وغم رفعت صاحبها أعلى المراتب، كم من محنة كان في طياتها منحة، كم من بلية كان في ثناياها عطية، وكم من نوائب رفعت صاحبها أعلى المراتب. والله عز وجل حكم عدل، يريد الله لعباده الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيا عبد الله، إذا أتاك الهم وإذا أتاك الضيق، اعلم أن هذه مكفرات وغاسلات لذنوبك ولمعاصيك ورافعات لدرجتك عند الله عز وجل. كم من إنسان يهم الرزق، يهم المصروف، يهم قوت يومه، يهم أولاده، يهم زوجته، كل هذه الهموم وكل هذه الأمور اعلم أن فيها خير لك، رفعة ودرجات عند الله عز وجل، ومنزلة لا تعلمها، وتكفيرا لذنوبك ومعاصيك. فاستشعر هذا الأمر واعلم أنك في خير وأنك تتقلب من خير إلى خير، سواء في السراء أو في الضراء، لأن المؤمن دائما معلق قلبه بالله عز وجل. ومن الأمور المهمة ومن المصابيح المضيئة التي ينبغي للمسلم أن يستشعرها في هذه الأيام قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم. الله عز وجل ملك الملوك الحي القيوم، بيده خزائن السماوات والأرض، بيده خزائن كل شيء. يبين الله عز وجل في هذه الآية أن كل شيء خزائنه بيد الله عز وجل، فالنصر بيد الله عز وجل، والرزق بيد الله عز وجل، وتفريج الهموم والغموم بيد الله عز وجل، والخيرات والبركات مفاتيحها بيد الله عز وجل. فإذا علمك النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما أن تقوله
عندما تقول: اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هو تعليم لنا ودعاء لنا أن نقوله في صلاتنا وفي دعائنا وفي أوقاتنا، أن نقول: اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. هذا هو المسلم، هذا هو المصدق الملتجئ إلى الله عز وجل، يعلم أنه ما نزل من خير إنما هو من الله عز وجل، فيحمد الله عز وجل عليه، ويطلب من الله عز وجل الفضل والخير والبركة والرزق. والله عز وجل يقول: واسألوا الله من فضله. اسألوا الله من فضله عبد الله، أنتم الفقراء إلى الله عز وجل، نحن الفقراء إلى الله عز وجل. أفلا يحسن بنا أن نكون مطالبين سائلين داعين الله عز وجل أن يعطينا من فضله؟ كم من إنسان يسأل فلان ويسأل فلان، يسجل هنا ويسجل هنا، يريد من هذا الشيء ومن هذا شيء، وينسى رب العالمين الذي خزائن السماوات والأرض بيده سبحانه وتعالى. فعليك أن تكون أن قلبك معلقا بالله عز وجل، تسعد وتربح وتهنأ في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير وإلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن العبد المؤمن ليس له رجاء إلا بالله عز وجل، وليس له اتجاه إلا إلى الله عز وجل. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، ولوجهه تعلو الوجوه وتخضع، يا من يرجى للشدائد كلها، أنت المعد لكل ما يتوقع، أنت المعد لكل ما يتوقع. فأي أمر نزل بك يا عبد الله عليك أن تنزله بالله عز وجل، وعلى قدر المعونة تكون المؤنة. هذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم أن يتنبه لها وأن يتفطن لها، أن الآجال محسومة، وأن العمر محكوم، وأن الإنسان لا يموت إلا بإذن الله عز وجل، ولا يموت إنسان إلا وقد استكمل رزقه وأجله من الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. لن تموت نفس إلا بإذن الله عز وجل. إذا كتب الله عز وجل على إنسان الموت، لا يستطيع العالم بأسره أن يدفع عنه هذا الموت. ولو كتب الله عز وجل النجاة لعبد، فلا يستطيع العالم بأسره أن يكتب على هذا الرجل أن يموت. نعم عباد الله، هذه حقائق ينبغي للمسلم أن يستشعرها وأن يتأملها. مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. نعم عبد الله، إن الموت والحياة بيد الله عز وجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الأمر الذي ينبغي لك أن تستشعره، وتعلم أن هذه الآجال محسومة، وأن العمر مكتوب قد كتب لك، لا تزيد فيه ولا تنقص.
فمهما كان الإنسان حريصا على نفسه ألا يموت، ستأتيه ساعة الموت سيموت فيها شاء أم أبى. وإن كان في عمره بقية فلو استطاع العالم كله أن يفتنه أو أن يقتله لن يستطيع إلى ذلك مناصا. ذكروا عن حاتم الأصم ذلك العابد الزاهد المجاهد ذاك الرجل الصالح، كانوا مجتمعين عنده فقالوا يا حاتم أخبرنا بأعجب ما رأيت في الجهاد، وكان هذا الرجل مجاهدا إذن عابدا، أخبرنا بأعجب ما رأيت في الجهاد، قال كنا في الثغور وكنا نحارب الترك فإذا بعرج كبير تركي كبير البثة ضخم يأتي علي ويضربني بحديدة عظيمة على فرسي حتى سقطت من فرسي، وإذا به يأتي على صدري ويجثم على صدري وأخرج خنجره وأراد أن يذبحني، ما استطعت أن أفك منه لضخامته ولأنه عظيم الجثة، ما استطعت أن أفعل شيئا إلا أني رفعت رأسي إلى السماء، هو رفع لحيتي لكي يقتلني ولكي يذبحني، وأنا رفعت رأسي إلى السماء وعيوني إلى السماء ودعوت الله عز وجل، فإذا بسهم يأتي إلى هذا الكافر يأتي إلى هذا العلج في رقبته حتى يسقط من علي حتى يسقط من علي، فقمت ونفضت التراب عن نفسي ثم أخذت خنجرة فأجهزت به عليه. سبحان الله، ليس بينه وبين الموت إلا دقائق، لكن الله عز وجل جعل له فرجا ومخرجا، وأن هذا الرجل سيعيش وأن هذا الرجل سيموت. سبحان الله، هي آجال محسومة وأوضاع مكتوبة لا تزيد ولا تنقص. فإذا يا عباد الله، هذه الآجال ليست باختصاص الإنسان، ولا يعلم أجل الإنسان إلا رب الأرض والسماء، فعلينا أن نصدق وأن نؤمن بهذا الأمر إيمانا عظيما. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فيا عباد الله، هذه أمور تجعلك تعيش في راحة وفي سعادة وفي اطمئنان، تعلم أن هذا قدره وأن هذا عمره، لا يزيد ذلك ولا ينقص. ومن الأمور التي ينبغي للمسلم أن يستشعرها وأن تقوم في قلبه الدعاء. الدعاء هذا السلاح العظيم، هذا الأمر الكبير الذي غفل عنه كثير من الناس. عبد الله، إن معك سلاحا عظيما، معك شيئا كبيرا غفلت عنه، معك دعاء المؤمن الذي ليس بينه وبين الله حجاب. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية وهذه الجملة من ربك سبحانه وتعالى تعلمك وترشدك إلى أمر قد غفلنا عنه جميعا، ألا وهو الدعاء. هذا الأمر الذي يرفع البلاء، هذا الأمر الذي يرفع الأمراض، هذا الأمر الذي يذهب الهموم والغموم غفل عنه كثيرا من الناس. كم من إنسان في شدة وفي كرب وفي محنة وفي مرض، يقرب كل الأمور، يقرب كل العلاجات، وينسى الدعاء النافع وينسى العلاج النافع، ألا وهو أن يدعو الله عز وجل القادر على أن يكشف الهموم وأن يرد الغائب وأن يعطيك ما تأمل وما تؤمل. فيا عبد الله، إياك والغفلة من الدعاء، إياك والغفلة من هذا الأمر، فهو سلاحك الذي غفلت عنه. عندما تتوجه إلى الله عز وجل وتدعو الله عز وجل فأبشر بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن كثيرا من الناس يدعو دعاء مجرب، ما يدعو دعاء خالصا،
ما يدعو دعاء موقنا، وإنما سيقرب الدعاء. قد قربنا كذا وكذا وكذا وسنقرب ندعو. كم من إنسان يأتي ويقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. انظر إلى نفسك، انظر إلى موانع الدعاء، انظر ما الذي يحول بينك وبين الدعاء. فإذا دعوت الله عز وجل بصدق فإن الله عز وجل يستجيب لك. والداعي دائما في خير. الذي يدعو الله عز وجل إما أن يكشف الله عنه ما به، وإما أن يكون هذا الدعاء رافعا لبعض البلاء أو منقصا له، وإما أن يكون هذا الدعاء ذخرا وأجرا وثوابا له يوم القيامة. فأنت لا تخسر أبدا، لن تخسر عندما ترفع يديك وتدعو الله عز وجل. اعلم أنك ستربح، واعلم أنك إما أن يكون في هذا فرج لك في الدنيا أو أجرا وثوابا لك يوم القيامة. يوم أن يأتي الإنسان وينظر إلى أجر وثواب عظيم، يا رب ما هذا الدعاء، ما هذا الثواب، ما هذا الأجر؟ فيقال لك هذه بدعوتك عندما دعوت كذا كذا ولم يستجب لك، أخرها الله عز وجل لك ذخرا وأجرا وثوابا يوم القيامة. فيا عبد الله لا تبخل على نفسك، نبخل على أنفسنا ونتغافل عن أمور مهمة ربما فيها النجاة وفيها تفريج الكروب والهموم والغموم. كم من إنسان عنده هم وغم، كم من أحاديث جاءت في دعاء الهم والغم، كم من إنسان عنده ديون، كم من أحاديث جاءت في دعاء كشف الدين والكرب والغم. نحن الغفلة أعمتنا عن كثير من مصالحنا فيما ينفعنا فيما يعود علينا بالخير. فيا عباد الله الدعاء الدعاء فيه تفريج الهم والغم والكربات مهما عظمت ومهما علت ومهما اشتدت، فاعلم أن الله قادر على أن يرفعها وعلى أن يكشفها، لأنه سبحانه وتعالى إنما قولنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. هذه أمور عظيمة ينبغي المسلم أن يستشعرها وأن يحفظها وأن يتأملها. وآخر ما نختم به الأمر الأخير، اليقين على الله عز وجل، اليقين على الله عز وجل، الثقة بالله عز وجل. هذا كنز المؤمن، هذا كنز المؤمن، أن يكون واثقا بالله عز وجل، أن يكون اعتماده على الله عز وجل، أن يكون توكله على الله عز وجل. هذا هو الكنز الذي لا يفنى، وهذا هو الحصن الذي لا يمكن أن يخسر. عبد الله أنت عظيم بالله عز وجل، أنت كبير بالله عز وجل، أنت منتصر بالله عز وجل. إذا كان الله معك فمن يستطيع أن يخذلك، ومن يستطيع أن يهزمك؟ إذا كان الله معك فكل ما على الأرض لا يستطيعون أن يضروك بشيء. فاعلم أن هذا الأمر إذا قام في قلب الإنسان كان على خير وعاش بخير ومات على خير. قلبه معلق بالله عز وجل، يقينه بالله عز وجل، لا ينظر إلى الجماعات ولا إلى الفرق ولا إلى كذا ولا إلى مجلس الأمن ولا إلى كذا ولا فلان طلع وفلان نزل، وإنما اعتماده توكله إنابته لله عز وجل، يقينه بالله عز وجل، يعلم أن الفرج قادم وأن اليسر قادم وأن الكرب مهما اشتد فلا بد أن تنفرج. عباد الله، وينبغي لنا أيضا أن نحسن الظن بالله عز وجل، أن نحسن الظن بالله عز وجل، أن نظن بالله الخير. فإذا تبت اعلم أن الله عز وجل سيقبل توبتك، وإذا دعوت اعلم أن الله عز وجل سيستجيب دعوتك، وإذا رجوت اعلم أن الله عز وجل سيستجيب لك رجاءك. كل هذا من حسن الظن بالله. فعلينا يا عباد الله
أن نطهر قلوبنا من الأدران ومن الأسقام ومن الأمراض ومن الذنوب ومن المعاصي حتى تكون طاهرة معلقة متوكلة منيبة إلى الله عزل، لأن في هذا الخير في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يطهر قلوبنا وأن يحفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ولا تفتنا، اللهم آمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وعافنا واعف عنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، ورضنا وارض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم آمنا في أوطاننا ولا تفتنا. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. واحفظ اليمن وأهله، واحفظ اليمن وأهله، واحفظ اليمن وأهله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم.